قبل ما ندخل في أولى فقراتنا نروح لمنة الشرعية علشان نتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور والعملات وأيضا أسعار الذهب. صباح الخير يا منة. صباح الخير يا عبد الصمد. صباح الخير يا هدير. النهاردة الجو هيبقى حر شوية لكن في كثافات مرورية قليلة جدا، فده يعوض يعني لكل الناس اللي بقالنا يومين في الحر. خلينا نقول تفاصيل لطيفة كده. صباح الفل يا منة، اتفضل. صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلينا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية السريعة. هنبتدي على طول مع شوارع القاهرة والمحافظات لأن الناس ابتدت تنزل. هنبتدي جولتنا من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر المتجه لمناطق الإسعاف ورمسيس. هنلاقي بعض الكثافات المرورية البسيطة المتحركة اللي هيكمل معانا على كوبري أكتوبر في اتجاه غمرة والعباسية ومدينة نصر، هنلاقي كثافات مرورية بسيطة. لو بصينا عند طريق صلاح سالم هنلاقي بعض الكثافات البسيطة، ولو كملنا لغاية الآخر هنلاقي إن الكثافات دي بتقل وبنلاقي سيولة مرورية ملحوظة ممكن توصل لغاية نفق الطيران. أول ما بنوصل لنفق بنلاقي تاني الكثافات رجعت عند تقاطع صلاح سالم وكوبري الملغاني. لو بصينا عند مطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم مغلق لغاية منتصف شهر أغسطس، وده بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وده تزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم بدءا من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولا لميدان الفاروق ذهابا وإيابا. لو بصينا بقى على طريق الكورنيش هنلاقي بعض الكثافات المرورية عند المظلات، وبيكون في سيولة مرورية بتقل بعد كوبري الساحل بتستمر بشكل متقطع لغاية ما بنوصل لميدان التحرير اللي هيكمل ناحية الكورنيش ناحية المعادي وحلوان، هنلاقي سيولة مرورية ومفيش أي مشكلة. خلينا بقى نروح للجيزة ونعرف ايه اللي بيحصل هناك. احنا زي ما احنا شايفين وزي ما احنا عارفين ان في غلق كلي لطريق البراجيل قدام حركة المرور بسبب اعمال انشاء محور 26 يوليو الجديد. محور 26 يوليو بقى نفسه اللي جاي من اكتوبر هنلاقي كثافات مرورية كبيرة قبل الدائري ولغاية ميدان لبنان بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية زي ما احنا عارفين. اما بقى المحور المتجه لاكتوبر هنلاقي بعض الكثافات البسيطة لكنها يعني ناتجة عن اعمال التوسعات اللي بتتم في المحور وكمان اعمال انشاء القطار الكهربائي الخفيف، وفي كثافات مرورية بسيطة جدا مش هنحس بيها قوي عند كوبري 15 مايو في الاتجاهين، لكن طبعا هنلاقي الكثافات بتبتدي تظهر تاني عند محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، لكن الكثافات دي نقدر نقول انها كثافات متحركة. وبرضو لو بصينا على كوبري عباس ولو بصينا على طريق الجامعة والجيزة المعدني كل دول فيهم كثافات في محيط الميدان النهضة كمان وصولا لإشارة بين السرايات. تعالوا مع بعض نشوف محور عرابي. احنا شايفين هنا كثافات متوسطة لمتجه للأقاليم وصولا للمهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي. نشوف بقى مع بعض شارع الهرم هنلاقي مع بعض ظهور كثافات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومدكور والعريش والطلبية، وهنلاقي كثافات بمنطقة مشعل واحنا متعودين على الكثافات الموجودة في هذه المنطقة، وهنلاقي كمان كثافات بسيطة لغاية شارع العشرين والطلبية وكثافات عالية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق. كمان هنلاقي كثافات عند شارع السودان عند جامعة القاهرة بطبيعة الحال وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. خلينا بقى نروح لمحافظة القليوبية واللي جاي من السلام وموقف العاشر متجه لبنها بيفضل وبننصح انه ياخد طريق شبرا بنها الحر اللي بيشهد سيولة مرورية لغاية ما بيتقاطع مع الدائري الإقليمي، واللي جاي من شبرا بنها متجه لمنطقة شرق القاهرة بيكمل أفضل في محور العصار زي ما احنا شايفين. لو بصينا بقى على الطريق الزراعي القديم هنلاقي فيه كثافات مرورية قبل الطريق الدائري هتزيد تحت الطريق الدائري بسبب أعمال التوسعة وإنشاء كوبري دوران للخلف. هنلاقي برضو بعض الكثافات البسيطة عند ميدان المؤسسة احنا متعودين عليها وعارفين إنها موجودة. نكمل جولتنا ونروح الإسكندرية هنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق وهنلاقي سيولة مرورية كبيرة عند محطة الرمل واصلة لغاية شارع عمر لطفي ولغاية تقاطع شارع النبي دانيال اللي احنا شايفين انه بيشهد كثافة مرورية متقطعة ونسبية بتوصل لغاية طريق الحرية. لو كملنا في نفس الشارع هنلاقي فيه كثافات مرورية تانية واصلة لغاية محرم بيه والشارع عبد القادر الغرياني.
أما طريق الكورنيش احنا شايفين فيه بعض الكثافات المرورية المتقطعة عند كوبري ستانلي ومنطقة ميامي، لأن احنا طبعا عارفين ان المصيفين لسه ما صحيوش بدري، فمش هنلاقي في ازدحام مروري في هذه المنطقة. ولو بصينا كده اجمالا هنلاقي ان ما فيش كثافات مرورية كبيرة على الكورنيش كله. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 18 جنيه و80 قرش للشراء، 18 جنيه 88 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه 66 قرش للشراء، 19 جنيه 75 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه 85 قرش للشراء، 22 جنيه 96 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 66 قرش ل 57 قرش للشراء، 19 جنيه 66 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه و80 قرش للشراء، 2 جنيه 82 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه وقرش واحد للشراء، 5 جنيه و3 قروش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 61 جنيه 23 قرش للشراء، 61 جنيه 64 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و12 قرش للشراء، 5 جنيه و14 قرش للبيع. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب خلينا نعرف مع بعض الجرام بيسجل كام في مختلف العيارات. الذهب عيار 18 بيسجل 842 جنيه للجرام، الذهب عيار 21 بيسجل 982 جنيه للجرام، الذهب عيار 24 بيسجل 1122 جنيه للجرام، والجنيه الذهب بيسجل 7856 جنيه. ودلوقتي مشاهدينا خلينا مع بعض نستعرض جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة اللي هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهنلاقي ارتفاع في نسب الرطوبة في النهار، وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم نقدر نقول إنها تتراوح من درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 43 درجة، والأقل في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.